الو الو الو، يا عايزني لما حضرتك. احنا هنبدأ النهارده اليونت الجديد، هناخد الكلمات والمواقف والدارج بتاعها. أول كلمة أبريتزاري يا مارسي، مانجاري، نوتاري، أورديناري، بارلاري، بروفاري، raccontare, campiare, scegliere, scusare, saltare. Dì la file bitata lì. Il calmet ha fatto niente, angolo, dietro, differenza, fuori, generalmente, idea, insieme, invece, nessuno, ricetta, soprattutto, un po' di, veramente, vorrei, abitudini alimentari, necessariamente. الكلمة مثلا تاني عشان ما يقتلوه. لا تمام. بعد كده عندي اسبريسيوني، بيقولي أبيلي ماشي مع الأقلام، in occasione di، fa freddo أو fa caldo، essere in ritardo، essere super، essere pronto، fare colazione. Di olio fresca, salato, cotta, meglio, migliore, saporito, piacente, piccante, sorry, piccante, preferito, biscotti, burro, carne, cereali, uova, latte, marmellata, miele, cornetto, penne, panino, pepe, riso, uva. هو متعادل مرتين صح؟ متعادة مرتين. هو متعادل مرتين. تمام. بيستكة alla فيورنتينا، سباجيتي، فارفالة، فتة بسكوتاتي، انفولتيني alla رومانا. بعد كده دي أنواع الوجبات، الوجبات اللي في اليوم عبارة عن إيه؟ عندي لا كولازيوني، il pranzo, la cena di logaretto la sera, mangi la merenda di logaretto il semaforo, lo spontino di logaretto il semaforo, lo snacks kera, il dolce il haraweenie, il bevande il mushroom, andi spremuta asir fresh, acqua, caffè latte, il caffè aranciata, bibita, il tè, il cappuccino. بص معلش، نعم. ثانية واحدة. القهوة بلبن، اقريها تاني معلش. ودي تاني. القهوة بلبن، كافيه لاتيه. كف اللبن. تمام. جاية من كافيه، كافيه ولاتيه يعني لبن. تمام. تمام. بعد كده بيقول لي ميركاتو دي فروتا اي فيردورا، سوق الفاكهة والخضار، فروتا فاكهة،
verdura, خضار، المركاتو يعني سوق. الميلوني والليمونة، أرانشا، فوغو، ميلا، بطاطا، فراغولا، بيبروني، بروكولي، بومودورو، ماندارينو، زوكينا. عندي بعد كده بيتي إيطالياني، الأطباق الإيطالية. بيقولي عندي سباجيتي على البيستو، سباجيتي بصلصة الريحان، دي أنواع المكرونات أو أنواع الأطباق الإيطالية. سباجيتي البومودورو، سباجيتي ألا كاربونارا، penne all'arrabbiata, fettuccini ai funghi, bistecca alla fiorentina o bistecca ai ferri. الحاجات دي بنستخدمها في كتابة القيمة. الكلمات دي كلها حفظ، أنواع الأكلات حفظ، وأنواع الأطباق الإيطالية حفظ. النسخة دي من الكتاب مش كويسة، بس مؤقتة القصة دي لحد ما أجيب النسخة الأفضل. تمام؟ تمام. ماشي. بيقول باولو، بيقول راجاتسي ميليو أم بريمو، أنا أفضل الطبق الأولاني، الأولاني أدي زامبيو على سبيل المثال، بني على رابياتا، ده نوع المكرونة. تيمي بياتش، تيمي بياتشو نومون طنطو. تمام، هو عايز النوع ده عشان هو بيعجبه جدا. أليسيا ردت عليه بتقول له أم بريمو سي ما ديفي بياتشيري أون يلا والأولاد بيتكلموا ما بينهم وما بين بعض dei piatti italiani، dei piatti che devono preparare per la festa di fine anno. بيتكلموا حوالين الأطباق اللي هيحضروها، اللي لازم يحضروها عشان حفلة نهاية العام. loro non hanno ancora deciso. ancora هنا جت لي فاينانس. فاهمة ايه؟ معايا؟ ancora جت في الجملة دي ليه؟ فين؟ بيقولي loro non hanno ancora deciso cosa fare. جت ancora ليه؟ بسرعة عشان نفي. تمام، كويس، مركز. هما لحد دلوقتي لسه هما لا يزالوا لم يقرروا هيعملوا ايه. باولو vuole fare penne alla arrabbiata، باولو عايز يعمل penne alla arrabbiata، ده نوع المكرونة. Ma Giulia vuole preparare un secondo come la bistecca alla fiorentina. هي عايزة تحضر طبق تاني زي شرايح اللحمة على الطريقة الفيورنتينا بتاعت فلورنسا. Invece Chiara vuole la pasta perché secondo lei è il piatto italiano più tipico. على العكس، Chiara عايزة تعمل المكرونة عشان بالنسبة لها هو الطبق النموذجي، أكتر طبق تيبيكو نموذجي. Dino ha sempre fame e vuole andare alla pizzeria di Spizzico a mangiare una bella pizza fuori casa. هو دايما جعان عشان كده عايز يروح لمطعم البيتزا اللي اسمه سبيتسيكو عشان ياكل بيتزا جميلة بره البيت. A che ora i ragazzi parlano tra di loro?
في أي ساعة الأولاد كانوا بيتكلموا ما بينهم وما بين بعض؟ ميزة هي كلية الساعة 3 ثلاثة ونص وإيه؟ ونص تري مسا يعني ثلاثة ونص. أنهي اختيار معناه إن هي ثلاثة ونص؟ تري فنتي ولا تري ترنتا ولا تري بي أرتو؟ بي تري بي ترنتا. تمام، اللي بعدها بيقول لي كوزا vuole preparare Giulia. Giulia كان عايز تحضر ايه؟ أونس سكاندو اللي هي بي كوريا بي دي أم في الفندق. تمام، دوبي دينو بوري أندار، دينو عايز يروح فين؟ ايه أول واحدة؟ تمام، سبيكتيكو. تركيك يارا بولي فاري لباستا. هي عايز تعمل مكرونة ليه؟ كيارا كيارا عايزة تعمل مكرونة ليه؟ تركية أم بياتو تشينيزي عشان هو طبق صيني، ولا تركية أم فيرو بياتو فرنشيزي عشان هو طبق حقيقي فرنساوي، ولا طبق أمريكاني، ولا طبق حقيقي إيطالي؟ طبق حقيقي إيطالي تمام، دي perché è un vero piatto italiano. Che cosa vuole preparare Paolo? Paolo كان عايز يحضر ايه؟ سنيورة ثانية واحدة معلش اوكي. ألو طيب، باولو كان عايز يحضر ايه؟ تمام، هي سؤال كام؟ خمسة. خمسة مش عارف ثانية واحدة فين باولو فين باولو فينا مش عارفة فيني الله ربيك يا مكرونة. تمام، تمام طيب هو هنا في الاختيارات بيقول لي ايه؟
حساسية. بيقول لي أونة بسكة، شريحة لحم، ولا أونس كوندو، طبق تاني؟ مين اللي عمل الطبق التاني؟ جوليا، جوليا. تمام، ولا أم بيمو طبق أولاني، ولا أونا بيتزا هيعمل بيتزا؟ هو أول واحد اتكلم هيعمل لا طبق ام أولاني. بريم. أم بيمو. سبيتيكو أي نقط؟ سبيتيكو ده محل إيه؟ ايه؟ سبيتيكو ده اللي دينو، سبيتيكو ده اللي دينو كان هيروح ياكل فيه بيتزا. ايه بالسرية. أنا بتكلم الموقف اللي عندنا في اليوم ده، بيقول لي كوند كيدو كوال كوزا ديكو، لما اطلب شيء من حد بقول له ايه؟ بستخدم فعل فوليري بس بطريقة الطلب، هو فوري، ارغب او اود ان، تمام، فوري واقول الطلب اللي انا عايزه، فوري التوريبو، فوري ام بياكو دي باستا زي ما هو فاكر، تمام. تمام. يبقى انا عند الطلب لما اطلب حاجه من حد بستخدم فوري واقول الحاجه اللي انا عايزها. تاني حاجه عندي بيقول لي كواندو كيدو ايل تيمبو نيتشيساريو بير فاري كوالكوزا، لما اسال عن الوقت اللازم لعمل شيء ما، يعني انا بسالك انت اخدت وقت قد ايه عشان مثلا تبتدي بنجد، اخدت وقت قد ايه عشان تطبخي الطبخه دي، اخدت وقت قد ايه عشان تروحي المدرسه، بستخدم الاسبريسو كوانتو تيمبو تشيفولي. تشيفولي هنا يلزم، كم من الوقت يلزم، فير حرف الجر، بعدين اجيب الفعل بعديه في المصدر الاستفسار عن الحاجة اللي انا عايز اعرف الوقت بتاعها، يبقى كوانتو تيمبو كم يلزم من الوقت، تشيفولي يلزم، فير كوتشيناري سباجيتي، كم من الوقت يلزم عشان تطبخي مكرونة سباجيتي، كوانتو تيمبو تشيماتي في طريقة تانية، يا إما تشيفولي يا إما تشيمتي وبعديهم بير والفعل في المصدر وبقية الجملة. كنت تنبو تشيمتي، كم تستغرقي من الوقت بترفعي القوم بتي عشان تعملي واجباتك، مفهومة كده؟ نعم. تالت حاجة بيقول لي ديكو لا ميا فاميليا ايه جراندي يا اونيتا، ده تبع اليونت اللي فات، تمام، بقول عائلتي كبيرة ومترابطة ومتحدة لما بعمل ايه؟ قلنا لما بارلو او ديسكريفو لا فاميليا، لما بتكلم او بوصف العيلة بتاعتي. بعد كده بيقول لي كواندو اسبريمو اونا بريفيرنسا ديكو، لما اعبر عن الافضلية او التفضيل، يعني حاجة بتعجبني عن حاجة بقولها ازاي؟ يا اما هقول امي بالنسبة لي بياتشي الجيراتو بيعجبني، بيرتو بياتشيري الجيلاتو والايس كريم، يا اما مي بياتشي الجيلاتو على طول، يبقى يا اما امي بياتشي او مي بياتشي او مي بياتشونو لو اللي بعديها جمع، مي بياتشي لازم يجي بعديها مفرد الجيلاتو، لكن مي بياتشونو لازم اللي بعديها يكونوا جمع، مي سباجيتي او لبني مكرونه سباجيتي او المكرونه الاقلام، يا اما هقول الزيو بياتو بريفيريتو ايه، استخدم فيربو بريفيرير، يا اما بياتشيري يا اما بريفيري يا اما بريفيريري عشان اعبر عن افضليه حاجه عن حاجه، انا بفضل حاجه عن حاجه، واقول الطبق المفضل او الحاجه المفضله، تمام، او الميو كانتانتي تمام. بريفيريتو او الميو اتوري بريفيريتو، وبقول ايه وكده. بعد كده رقم 5 بيقول لي كوندو كيدو اونا بريفرنس، انا هنا بعبر عن البريفرنس، بعبر عن الافضليه، انا هنا عايز اسال عن الافضليه، هقول لك يا شيماء تي بياتشي لا كوتشينا ايطاليانا، انت بيعجبك المطبخ الايطالي؟ لما اجي ارد بقى هرد بالطرق دي، هتقولي لي امي بياتشي لا كوتشينا ايطاليانا او امي نون بياتشي لا كوتشينا ايطاليانا، تمام، يا اما اقول لك تي بياتشي مانجاري فوري، انت بتحبي تاكلي بره، يبقى انا هنا لما بسال بقول تي بياتشي واسال عن الحاجه اللي انا عايزه اسالها،
بيجي بعديها مفرد أو بيجي بعديها الفعل في الماضي. ده بالنسبة للسيتواسيون اللي موجود، بصي فيها بصة كده عشان نحكي، حاولي تفتكري واحنا بنحكي. ركزي فيهم الفنان عشان تحلي أسئلة. خلاص يا فندم، انزل على بعضهم. أيوه تمام. ثانية واحدة ثانية واحدة تمام. تمام كده يمس بيقول لك quando chiedo il tempo necessario per fare qualcosa هقول ايه؟ هي إجابة واحدة مش اتنين، ماشي؟ تمام بيسأل عن الوقت الوقت اللازم لعمل شيء معين. بستخدم تشي بوالي أو تشي ميت. دي أنا بستخدم تشي فولي أو تشي ميتي في السؤال. دي فيها الفعلين دول، تشي فولي يلزم، تشي ميتي يستغرق. لا رقم دي فيها الفعلين دول يبقى مش معانا. كي أوري سونو، أنا بسأل عن الساعة. أكيورا أبري نيجوتي، بسأل عن الساعة اللي بيفتح فيها المحل. كواندو أريفا الترينو، بسأل عن الوقت اللي هيوصل فيه القطر. لكن كواندو تشيمت كارفينيري لا ريتشاركا، بيقول لك كم تستغرقي عشان تنهي البحث؟ ايه اول واحدة؟ ايه أول ثاني واحدة بيقول لي ديكو vorrei un piatto di spaghetti per favore. أنا عايز طبق سباجيتي لو سمحت. كواندو شنو هذا؟
لما ringrazio un amico non mosco subito ولا dico l'ora لما بقول في الوقت ساعة يعني ولا chiedo una preferenza لما بسأل عن الأفضلية هل هنا أنا بسأل لا ولا صونو على الريستورانتي أنا في المطعم دي دي صونو على الريستورانتي ثلاثة ديكو i miei genitori ed i fratelli sono gentili quando انا بابايا ومامتي واخواتي لطاف جدا بقول كده انت ايه ايه parlo della famiglia لما بتكلم عن العيلة أربعة quando esprimo una preferenza لما بعبر عن الأفضلية بقول ايه بعبر مش بسأل ايه اول واحدة؟ كمان مكياج منظري فوري أنا بطلب أنا بيعجبني الأكل بره خمسة بيقولي ديكو أتري بياتشي الجيلاتو بالنسبة لك بيعجبك الأيس كريم كوندو أول واحدة لما بعبر هو هنا جملة ولا سؤال؟ هنا سؤال يبقى هعبر ولا هسأل؟ هعبر عن الأفضلية ولا هسأل عنها؟ هعبر عنها إزاي وأنا عندي سؤال؟ أي تعبير أو إن أنا بتكلم أو بقول بيبقى في نقطة مش علامة استفهام. طب هو سألني أنا هجاوب أنا مش عايزة أجاوب، أنا بسأله، يبقى هنا أنا بسأل عن الأفضلية. مش بعبر عنها سي ايه سي سي ايه طيب كيدو لا بريفيرنس رقم ستة ديكو بريفيريسكو لا كوتشينا ايطاليان انا بفضل المطعم الايطالي المطبخ الايطالي هنا دي جملة ولا سؤال؟ جملة بالنسبة لي أنا بفضل يبقى هعبر ولا هسأل عن الأفضلية؟ أعبر يبقى سي دي أنا بريفيرنس رقم سبعة quando esprimo una preferenza لما أعبر عن التفضيل أنهي جملة هتكون مناسبة؟ بيقولي دوفي لا ميا بيتزا فين البيتزا بتاعتي ولا بون ابيتيتو انا مش شفا غراتسي ميلي بير لا بيتزا شكرا جدا على البيتزا ولا لا بيتزا ايه الميو بياتو بريفيريتو دي دي لا بيتزا الميو بياتو بريفيريتو البيتزا الطبق المفضل بتاعي رقم 8 ديكو vorrei un bicchiere d'acqua انا عايز كوباية ميه quando chiedo una preferenza ne basta la mettere انا دي مش سؤال دي colora بقول الساعة ولا voglio ordinare qualcosa da bere انا عايز اطلب حاجة اشربها ولا ringrazio una mia سلمى ايوه
انا ترجمتهم لك لو أنا مش فاهمة. هو بيقول كوباية كيري ده، أنا عايز كوباية مية بيت ايه؟ مية؟ مية. تمام، صحة؟ لما بسأل عن عن الشيء المفضل بالنسبة لي أو الأفضلية، ولا بقول الساعة، ولا بقول يا أورديناري كوركوزا تاتيري، أنا عايز أطلب حاجة أشربها، ولا من جراتشي ولا من كوركوزا اي سي. تاتيري. رقم 9، ديكو أمي بياتشي لا كوتشينا إيطاليانا فاندو. أنا هنا بعبر ولا بسأل عن الأفضلية؟ بعبر. هتغني ليه؟ سي. primo una preferenza. Dico qual è il tuo hobby preferito. Hobby يعني عادة. تمام، ايه هي العادة المفضلة عندك؟ quando ايه اول واحدة؟ chiedo una preferenza. تمام، فاهمة يا شيماء؟ الموضوع واضح بالنسبة لي. ايوه. هذه أول واحدة، بيقولي دي كوبري أم بياكو دي سباكتي كوندو، أنا عايز طبق مكرونة سباكتي. سي. سي voglio ordinare qualcosa da mangiare. الثانية كانت da bere عشان أشربها، دي da mangiare عشان أكل. Dico ci vuole un'ora per fare i compiti. أنا يلزمني يلزمنا ساعة عشان نعمل الواجب. اختار اتنين. بتقولي ايه؟ اختار اتنين. انهي واحدة؟ انا مش في 10. احنا في 10. طيب مش عارفة، مش فاهماها. ديكو التيمبو necessary per fare qualcosa، يعني أنا بقول الوقت اللازم لعمل شيء، ولا ديكو الكومبيانو بقول عن عيد الميلاد، ولا تسكريبو لا كازا بوصف المنزل، ولا ديكو الوراريو ديل نيجوسيو أنا بأشير لمواعيد المحل. مي أنسب؟ دي إزاي؟ انا بقولك بيلزمنا ساعة عشان نعمل الواجب. جزء من ساعة. لا وده ايه؟ دي كل tempo necessario per fare questo. Allora sono di quando invito qualcuno, لما بدعي شخص لحاجة. الدعوة، أنهي واحدة أنسب؟ لما اقول له بركينو مديني كومي اللي ما تجيش معايا، ولا بركينو اللي لأ، ولا دينو نون بيني a casa mia دينو ما جاش بيتي، ولا مي ديسبياتش نون بوسو للأسف مش هم يوسف مش هم. أنا لسه هدعي بدأ من ايه؟ ده على الدعوة، ايه بركينو مديني كومي اللي ما تجيش معايا. 12، لا ما فيش واجب. ايه هو ما فيش واجب. اليوم تاني بعد ما نذاكر.
خلهم تاني. خلي السيتويشنز كلها تاني بعد ما تكتب تمام تمام. تمام 12 كواندو كتير، وبعدين النسخة الجديدة هيكون فيها أمثلة الإمتداد. الواجب مش المرة دي، الواجب ايه؟ الواجب مش المرة دي، تمام الواجب بعد ما نخلص الجروب. تمام 12 كواندو كيدو il tempo necessario per fare qualcosa. لما بسأل عن الوقت اللازم عشان أعمل حاجة هقول إيه؟ A che ora apre il negozio؟ في أي ساعة بيفتح المحل؟ Quando arriva il treno؟ إمتى بيوصل القطر؟ ولا che ore sono؟ كم الساعة؟ ولا quante ore ci vogliono per andare a Parigi؟ كم من الوقت يلزمهم عشان يروحوا؟ كم ساعة تلزمنا عشان نروح لباري، مدينة إيطالية اسمها باري؟ احنا قلنا لما بسأل عن الوقت اللازم يا إما عندي تي فولي تي فولي أو تي ميتي. دي دي quante ore ci vogliono per andare a Parigi. ماشي، أول جملة بيقول لي quando esprimo una preferenza dico، لما بعبر عن الأفضلية بقول il ما mio بعرف. passatempo preferito è mangiare، وقت الفراغ المفضل بالنسبة لي إن أنا آكل. Non mi piacciono affatto le penne، أنا مش بيعجبني في الحقيقة le penne، المكرونة القلم. Ci metto un'ora per arrivare، يلزم ساعة عشان نوصل. In estate fa caldo، في الصيف الجو بيكون حار. ايه ديكو بون انو، انا بقول بون انو عام سعيد. ابدا primo gennaio، يوم 1 يناير. ديكو لا داتا، بشير للوقت. ديكو لورايو دي نيجوزيو، بشير لمواعيد المحل. ولا اي ايفنت ال 14 فبرايو، لما بيكون 14 فبراير. ايه ايه primo gennaio 14 فبراير اللي هو بون عيد سان الحب. فالنتينو تايم، او لا فيستا ديلي انموراتي. بيقولي ديكو vedo che a te piace il gelato، انا شايف، vedo دي verbo vedere، ان بالنسبة لك انت بتفضل الايس كريم. chiedo una preferenza، انا بسأل عن الافضلية. ولا chiedo possesso، بسأل عن الملكية. ولا esprimo una preferenza، انا بعبر عن الافضلية. ولا chiedo il tempo، بسأل عن الطقس. سي Sì, rimona preferenza. Dico buon appetito quando me l'hanno scelto buon henta. Mangio con gli amici al ristorante, o la sono in classe, o faccio i compiti con gli amici, o la sono al cinema. buona buona ايه Buon appetito per Hanno. من هون الشفا. ايه ايه مانجو كل يا ميتشي على الاسبراد. تمام، لا أقوم أصلي العصر.
يبقى مين بتاع ليلة اللي فات؟ مش عارف التيمة بتاعت ليلة اللي فات، هنكتبها نعم دلوقتي. التيمة اللي قلتلك بيها ومكتبتهاش، اقرأي وقولي هكتب ايه. vostra classe تمام. ايوه يعني ايه لا فوسترا كلاس؟ هي حاجة في الفصل فوسترا صفة ملكية مع مين؟ مع بوي تمام، معناها ايه؟ أصلكم أنتم يعني احنا إيه؟ فصلنا أصلكم أنتم أصلكم أورجانيزا يعني إيه؟ مش عارفة أورجانيزاري، منظم. ما La vostra classe organizza una festa di fine anno. فصلكم فصلكوا هينظم الحفلة ينظم حفلة عشان، عشان نهاية السنة. تمام. Racconta e scrivi، احكي كانت واكتبي. Che cosa preparate per la festa؟ يعني preparare يعني يبدأ يحضر، يجهز. ايه هتجهزوا ايه؟ يجهز او يعد. هتجهزوا ايه للحفلة؟ كي ايوتا فوي ا بريباراري لي بياتي، معناها ايه؟ مش عارف ايوتاري يعني أيطاري يعني إيه؟ ايه انا مش سامع كويس أيطاري يعني إيه؟ فيربو أيطاري معناه إيه؟ اي طاري يساعد شيء. ايه كي أي يساعد، كي أيوتا فوي يعني مين بيساعدكم في تحضير الأطباق؟ هنكتب ايه؟ انا هتكلم عن الفصل بتاعي، فبدل بوسترا هقول ايه؟ نوسترا نوسترا احنا حضرنا ايه عشان الحفلة دي؟ بريباراتي. هتنزل في الإجابة ايه؟ بريباراتي مع فوي، تبقى ايه في الإجابة؟ ثلاثة أي حاجة مع فوي ثلاثة في السؤال بتبقى مع نوي في الإجابة يا شيماء. شامة بريباراتي مع فوي، هتنزل ايه مع نوي في الإجابة؟ بريباراتي مع نوي بتتصرف ازاي عشان في المضارع؟ دورات ثانية واحدة
إيه كانت إيه؟ بريباراري. بريباراري انطقها ازاي؟ بريباريامو. بريباريامو ايه ما ايامو ما ايامو تمام، مع نوي. ما هو ايوه مش دي من الكلمات الفلانية اللي عندك في اليونت؟ سبيشاليتا della regione. مظبوط. ايوه Chi aiuta voi a preparare i piatti؟ مين اللي بيساعدكم في تجهيز الأطباق؟ هقول إيه؟ أشيل كي وأحط الشخص اللي طيب بيساعدني أو الأشخاص اللي بيساعدوني، هقول إيه؟ هقول مين اللي مين اللي بيساعدني؟ مين؟ أصدقائي مثلا لاميتشي هوي نزلت نوي، وعشان انا قلت ليه اميتشي فالفعل وراها دي ايوتا نو مش ايوتا. تمام، نوي ا بريباراري. في مشكلة يا مش دي الكلمات اللي احنا بنحفظها؟ انا جبت كلمات جديدة او غريبة. ايوه في اي كلمة غريبة مش عندك في اليونت؟ لا عرفتي اهمية الكلمات؟ ايوه الكلمة بتتحفظ لان خلاص انت عايزة تحاولي تبتدي. تمام، مش عايز تحاولي خالص. حافظي الكلمات اللي عندك، حسنا كل يونت عليه مثال او اثنين من الكلمة، احفظيهم من الاثنين. بداية يونت 4 هتسمع المحاضرة الجاية مع الماضي والمضارع، دي انت مغيرتيش حفظتي عن سنهم الماضي. الأفعال الشاذة الماضي والمضارع. تمام، انت ما عندكيش حفظ كلمات من الحصة دي. وفي شوية حفظت ايه؟ حفظ الكلمة بتاعت يونت 4، حفظ الأفعال الشاذة بتاعت الماضي والمضارع. ثانية واحدة حفظ تيمة يونت 4 والأفعال الشاذة والأفعال الشاذة زمن الماضي والمضارع. زمن ماضي والمضارع تمام لا مضارع تمام، وترجمي كلمتين فيها عشان تفهمي تحفظيها. تمام اه تمام، ألو، ايوه فين تمام، شكرا لحسن. ماشي. ماشي